يعني اللي سجلت هذه المرحلة بالكلام الجميل جدا ده امتى بدأ؟ امتى قريت شعر؟ لانه انا دايما اسأل السؤال امتى قريت شعر؟ لانه قراية الشعر بتسبق كتابة الشعر. طبعا. قريت شعر امتى وازاي وانجذبت الى هذا العالم ازاي؟ وانا في ابتدائي كان ليا ابن خالي وخطيب اختي وقتها، ده كان دكتور محمود العزب. دكتور محمود العزب؟ ايوه، هو كان مستشار شيخ الازهر لشؤون الحوار اللي فات. الله يرحمه. بعد الله يرحمه. الله كان مستشار لشيخ، هو توفى وهو مستشار هو توفى لشيخ وهو الازهر. مستشار لشيخ الازهر. وهو على ما لان انا قابلته في رحله كانت لسانتي كتير، كان شاعر جميل، شخص في منتهى العذوبه والجمال. وهو زامل شيخ الازهر اعتقد في السربون، في دراسه كانوا بيدرسوها في السربون في وقت. ايوه، الاثنين واخدين الدكتوراه من السربون. وهو شيخ الازهر الشيخ احمد طيب. أيوة. هو اللي جابه مصر، هو اللي قال له تعالى انا محتاجك. ايوه بالظبط. فده كان على علاقه قرابه، كان ابن خالي المفروض. وكان بيتردد علينا بيزورنا بصفته خطيب اختي كده. لا الاول لسه ما كانش خطبها، كان ابن خالي القرابه الاول. كويس. فكان دايما بيجي في ايده كتاب. كويس. فمره نسي كتاب عندنا اسمه شعراء المهجر. يا سلام. فانا قريته. شعراء المهجر يا جماعه دول الشعراء اللي هاجروا من البلاد العربيه الى امريكا، اغلبهم من الشام يعني. الى امريكا واسسوا مدرسه شعريه هناك سميت مدرسه شعراء المهجر. ايليا ابو ماضي بقى وجبران خليل وجبران وايليا وميخائيل نعيمه انا كنت صغيره 5 ابتدائي. حاسه ان في يعني انا مش فاكره دلوقتي انا كان شعوري ايه بالظبط ساعتها. بس حاسه ان الكتاب ده في قريته كله. فهو جه سال على كتابه فقلت له اللي لقيته وقريته. جميل. فانتبه لفكره قريته، ان انا قريته. يعني مش لقيته بس، لا انا لقيته وقريته. فايه طب قريتي ايه؟ فقلت له اللي انا كنت ساعتها قادره اقوله يعني. فقال لي طب كويس. كل ما يجي بقى كان بيجيب لي كتاب. الله. لحد ما خطب اختي واتجوزها بقيت في مكتبته، بقيت معاه في الندوات في الجامعه، وبقيت هو اكتشف بقى فيا فكره ان انا بحب اقرا وعايزه اكتب. هو لقاكي بصيتي من شباك شعراء المهجر فقرر يفتح لك شبابيك اخرى. بالظبط. هو جميل. شاعر بقى كل ما يكتب قصيده يسمع حالي وبقينا اصدقاء. هو خاطب اختي اللي اكبر مني ومتبنيني في نفس الوقت، وفضل معايا ومهتم جدا بقرا ايه وبكتب ايه وبدرس ايه. لحد ما سافر فرنسا عشان الدكتوراه. ايوه. واختي معاه طبعا، فسابني بقى في مرحله الجامعه اكمل انا المشوار لوحدي. تكملي مع نفسك. بعد شويه صغيرين انا اتخطبت واتجوزت. قبل ما نوصل للجواز انت كده اتشعلقتي بعالم الشعر، وعرفت ان انا بحب اكتب وعايزه اكتب وعايزه اكون زي الناس دول. جميل جدا. بدات بقصص قصيره. كويس. كانت الملحوظه الاساسيه لاي حد بيلاقيها ان انا القصص بتاعتي الجمل فيها ايقاع. فيها ايقاع. جميل. يعني قصه ممكن تعمل لها مزيكا. كويس. فما تكتبي شعر. مثلا مش هي اللي بيخليك تكتب قصة، اكتب شعر. صحيح. فتقالت لي كتير لحد ما خطيبي قال لي ان هو كنت انا كتبت له جواب، فهو وراه لحد قريبه كاتب كبير هو الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي. فقال له البنت دي ممكن تكتب شعر كويس جدا. جميل جدا. فبس فرجع قال لي الرأي ده، فانا جاي للرأي ده من عبد الرحمن الشرقاوي.